شكراً دكتور على المساعدة اللي قدمتها. أنت رح تكون هنيك صح؟ أكيد، أنا دكتور السجن وهن طبعاً رح يحكوا معي أول شيء، وأي شيء أنت بدك إياه بوعدك أنه رح يصير. أنت قولي لأيان أنه يعمل مثل ما طلبت منه بالضبط، وأكيد لما رح أقلهم أنه أرجون خلاص مات الكل هنيك رح يصدقني. أنت عن جد سبقت مايا بالتخطيط، أنت ورطت الكل بالخطة اللي عملتها. مايا هي اللي علمتني إنه الحب ما إله حدود أبداً. وإنه نحن دائماً نفهم الشغلات بالطريقة اللي بدنا إياها. بس أنا ما رح سامحها نهائياً. أنا ما رح خلي جهود أيان وتضحيته تروح هيك على الفاضي. وينو أرجون؟ وكمان بدك تقلي ليش انت خبرتنا عن الخطة مازال بدك اياه انه يهرب؟ لو انه ايان ضل بعيد وما ساعدني انا كنت هلأ رح انشنق على الأكيد. سومان بهدلته لأيان بطريقة خلته ينسى انه ينتقم. شو قلت؟ بده يهرب من السجن؟ وبنتك هي اللي عم تساعده بهالقصة، لازم تمنعيها. سانج عم تعمل الصح واللي لازم ينعمل. هي طول عمرها كانت تحب أرجون كتير، هي كانت دائما رفيقته القريبة وهي الأمل بالنسبة له. هي عن جد حققت العدالة لعلاقتها معه، أما أنت قطعت علاقتك فيها على الخالص. مع أنك أخوه بس أنت خبرت الشرطة بكل شي بتعرفه عن خطة أخوك ليمسكوه. هذا الشخص مو أخي، أمي ماتت بسببه هو. أنت بتعرف مو هو اللي قتله وإنه مايا اللي قتلتك. وطالما أمك المعنية بهالموضوع لا تنسى إنه أمك ماتت وهي عم تحاول إنها تفضح أفعال مايا. فاندا حاولت كل حياتها إنها تحمي أرجون من اللي صار. تخيل قديش هي رح تكون مقهورة اليوم لما بتشوف إنه بهالمعركة اللي بلشت أنت عم تتراجع، وإنك أنت تخليت عن أخوك وتركته لحتى يموت. هو بيكون أخي، نحن مرتبطين بالدم. يمكن أنت تقدر تنسى كل شي بالعالم، بس ما رح تقدر تنسى رابطة الدم يا حضرة المفتش. أنا كان بدي أهرب معه كمان، بس عناصرك أنت وقتها حاصرونا، وبعد عملنا الخطة الثانية. أنا اللي أعطيته الإبرة بإيدي وربطت سانج كمان عشان عناصرك يفكروا إنه بدي أقتله لأخي وأخلص منه عطول. أرجون شخص كتير منيح بصراحة. أنا عملت كتير شغلات سيئة بحياتي من قبل، ولهيك فكرت إنه عمل شي منيح، مشان هيك قلت إنه هو مات. وأسانج وأرجون صاروا جوات سيارة الإسعاف، أنا بلشت شغلي على الخطة. أنا كان لازم إلهي الشرطي، وكمان السائق معه مدة قصيرة يعني 5 دقايق بس. ضربت السيارة من ورا وهيك بيكون شغلي انتهى بكل بساطة. أنا كان صعب علي كتير إنه أهرب، بس سانج بتستاهل أكتر من هيك. اطمن أخوك ما رح يبعد كتير. أنا رح لاقيه إذا بيكون تحت 7 أرض، عم تفهم؟ جهنم أخي رايح لهنيك هلأ، وما حدا قادر أنه يوصل له أبدا. مايا أنا جايكي. Thank you.
انت مو بحاجة حدا ابدا، ما في داعي تسألي عن الناس، بكفيكي حبي، لهيك لا تفكري بأي شيء. قصة الحب تبع مايا وأرجون أخذت منحى جديد هلأ، لأنه أرجون هرب من السجن، وهالشي قبل كم ساعة من إعدامه. هو خدع الشرطة وقدر عن جد إنه يهرب من السجن. يا ترى وين صار أرجون هلأ؟ أنا أرجون، نحن لازم نموت سوا أرجون. مين هاد اللي سحبني لبرا؟ مين في هون؟ انت ما فيك تتخبى مني، مين في هون؟ أرجون شار ما قدر إنه يهرب من السجن. هو هرب من السجن قبل كم ساعة بس من موعد المحدد لإعدامه. الشرطة بهالوقت عم تدور على أرجون شارما وسانج ماثول مشان تقبض عليهم. هن الاثنين قدروا إنه يخدعوا الشرطة ويختفوا. لتقبض عليهم. هن الاثنين قدروا انهم يخدعوا الشرطة ويهربوا منها. أرجون، أرجون ما بيصير إنه يكون عايش، هو لازم إنه يموت معي أنا. في حدا عم يحاول يخوفني. مين في هون؟ مين هون؟
يا بنت شو هاد؟ أنا كتير جوعانة، خليني آكل. معك مصاري؟ خليني آكل بترجاك، أعطيني أي شيء آكل بترجاك بترجاك بترجاك. هاي شكلها مو آكلة من كذا يوم. أرجون قدر يهرب من السجن. هو هرب من قبل كم ساعة بس من موعد إعدامه اليوم. الشرطة قالت إنه أخوه أيان هو اللي أعطاه إبرة برقبته، لهيك كل الناس صدقت إنه أرجون مات، وقدروا بهي الطريقة يخدعوا الشرطة بنجاح. وبعدها بالمساعدة من قبل إما لسانج، أرجون وسانج قدروا يهربوا. هذا بيثبت إنه سانج هي العقل المدبر الأول للخطة. وهلأ الشرطة عم بتدور على أرجون وسانج بهي اللحظات، هنن قدروا عن جد يخدعوا الشرطة فعلاً ويختفوا. مين قال إني اختفيت؟ أنا هون قدام الكل. عنا خبر عاجل، سانج بهاللحظة اجت على مركز الشرطة بنفسها. في شي جديد عم بيصير بهالقضية. وينو أرجون؟ عم قلك وينو أرجون؟ شو قصدك؟ انت جاي عم تسأليني كأنك ما بتعرف اي شي عن الموضوع. سانج ماثور، انت لازم تقلي لي أرجون وينو هلا؟ عفوا؟ أرجون بيكون سجين عندك، أنا كيف رح أعرف هو وين هلأ؟ لا، أنت ساعدتي بتهريبه من السجن. هو مفكر إنه أنا الغلطانة باللي صار. دكتور السجن هو اللي قالنا إنه أرجون كان ميت. كيف بتقول إنه هذا غلطي؟ هو كان على طول عم يتهمني إنه أنا السبب بالشغلات اللي صارت. تعرف شو رح قلك؟ قرر كم جريمة ارتكبت وعاقبني بالقانون على كل وحدة لحالة، أوكي؟ سانج؟ أمي؟ شوب؟ شو هي جريمتك؟ جاوبيني بصراحة، هلا أنا عن جد بقدر ارتكب جريمة بحق حدا؟ وهو بيعرف قديش سائقون شخص متهور. هو ضربني سيارتي وفوق اتهموني إني ساعد أرجون ليهرب من السجن. أنا كيف رح أقدر ساعده لأرجون إنه يهرب؟ أنا ما فيني. أنا عن جد ما عم أحكي إلا الصدق. أنا ما كنت بعرف أبداً إنه بسيارة الإسعاف هديك موجودة جثة أرجون. أنا كنت أخذ شوب على الدكتور حتى أفحصه لأنه حرارته كانت مرتفعة، وراح قبض علينا وجابنا على السجن. ابني تعال عند أمك. ما في داعي تبالغي كل هالقد، صح؟ كنت خليني أخذ فرصتي ماشي؟ هنن عم بيورطونا بهذا الشيء. كل هاد الحكي كذب. هي حاولت تهرب بعد ما ساعدت أرجون وسانج بالخطة. عن جد عم تحكي؟ لوين؟ شو أنا مشاركة بالسباق؟ اسمعني، أنا ما كنت عم حاول أهرب. ابني كان بحاجة إنه يدخل على الحمام فوراً، لهيك هو كان عم يركض بسرعة وقتها، وأنا أمه ولازم إني أبقى على طول ورا، مو هيك سانج؟ كلامك كله كذب. صح، إذا عن جد كانت عم تحكي الحقيقة معناته بدي إياك تسأليها ليش ما قالت إنه هي بتكون أمك.
أنا كان قصدي إنه أنا عن جد مبينة كأني أختها الكبيرة، صح؟ بس أنا على طول بدي أقول إنها هي بتكون بنتي، بس بحب العالم تقول إنه مبينة مثل أختها الكبيرة. أنت وينك هلأ أرجو؟ أنا بعرف إنك أنت هلأ بتعرفي بكل الأخبار اللي عم بتصير معي مايا. أنت بس استني الوقت اللي رح لاقيكي، وقتها أنا بأكد لك إني عن جد رح أوقف لك نبضات قلبك. شفتي هالشي؟ هيك هو عم بيحاول إنه عن جد يورطنا. هو اعتقل ناس أبرياء وساواني العقل المدبر للخطة، وكل هالشي بسبب إنه جثة أرجون ضاعت. ما كان في أي جثة من الأساس، كيف بتقولي إنه ضايعة؟ أرجون شارما ما مات أبداً، هو قدر إنه يهرب. ولا أنت مفكرتينا أغبياء وما منفهم يا سانج؟ سيارة الإسعاف اللي كانت حاملة جثة أرجون شارما فاتت حادث بسيارة أمك، كل هاد كان صدفة؟ كل شي صار كان مرتب له يا سانج ماثور، كل هذا كان مخطط له، وانت خططتي لكل شي صار. اعتقلوها فورا. بس انتو ما عندكن ابدا الا سلاح واحد تستخدموه، اعتقل هذا الشخص. انا سبق وقلت هالحكي من قبل لأكتر من ضابط بهذا المركز، وكمان شرحت كل شي بالتفصيل. انا فعلا درست القانون لمدة 3 سنين كاملة. تفضل، هاي بتكون كفالة مسبقة. هاي القضية أخذت منحى جديد. سانج صرحت وقالت إنه الشرطة هي اللي ضيعت جسد أرجون، وإنه هو مات من وراء أخوه، وإنه هنن عم يحاولوا يورطوا ناس أبرياء بهذا الشيء. انت اللي بالصورة، انت هي، امسكوها. هاي اللعبة لعبتي أنا أرجون، وقوانيني كمان. كيف ربحت بهالجولة؟ لا، أنت ما فيك تربح. أنت ما فيك تهرب يا أرجون. خلاص مايا، انت عملي اي شي غلط وعطيني الاشارة لقدر اوصل لعندك. نحن الاثنين كيف ممكن نقدر نبعد عن بعض كل هاي الفترة؟ دائما بعد الدمار بيجي الموت ليحط حد لكل شي، وهلأ بس لازم نحن نشوف مين فينا يلي رح يتدمر ومين رح يموت. الو سيدي. شو هي القصة اللي على التلفزيون يا ابني؟ سيدي صدقني هدول عم يكذبوا. اللي لشوف ليش لحتى يكذبوا؟
وكمان مو انت اللي قلت انه أرجون شارما مات واكدت لي هالشي؟ ما قدرت تدير بالك على جثة حتى؟ ما كان في جثة ابدا، هو كان عايش. اللي لكان ليش الدكاترة قالوا انه ميت اذا كان لسه عايش؟ ابني شايفك عم تخسر مكانتك من خلال هاي القضية، خليهن يروحوا فورا. الطب الشرعي اكد لنا يا سيدي انه هاي الابرة اللي اعطاها ايان لاخوه أرجون هداك اليوم كانت فيتامين دال. عم بعطيك امر. حاضر سيدي. باتيل طالعون. سانج. الشرطة اليوم أطلقت سراح سانج وسومان وشوب. خبرتك من قبل أني ما قضيت لثلاث سنين بكلية الحقوق على الفاضي. كل هاي الشغلات يلي أنا عملتها هي كانت نتيجة كل اللي تعلمته من السنة الأولى، ومعلومات السنة الثانية رح تساعدني لأطلق سراح أيام، ومن معلومات السنة الثالثة رح طالع أرجون بعد ما أثبت براءته. وقفني إذا فيك. ليش خنتني؟ قال لي ليش أرجو؟ ليش؟ قال لي فهمني ليش ضيعت الفرصة الوحيدة اللي كان لازم نحن نكون فيها مع بعضنا؟ ليش؟ انتي لازم تكوني معي هلأ مايا. لحد هلأ كنتي شاهدة على حب أرجون الكبير، وهلأ جربي الكره تبعه. سانج شكرا ماما، شكرا كتير إليك. هي مو لازم تكوني خجلانة؟ كله من وراكي، أنا وأخوكي شو دخلنا بمشكلة كبيرة. ماما سكتي بقى، لا تحكي معي، ما بدي اسمع شي. بسبب أرجون أنا خسرت الكتير وما بقى بقدر اتحمل شي أكتر يا سانج. لهون وبس، واليوم كرمال السيد أرجون تبعك كنت رح أدخل السجن وأتبهدل. عن جد مو ناقص غير تاخدينا على السجن. ماما شو عم تحكي؟ بس من هلأ ورايح ممنوع أي حدا بهذا البيت يجيب سيرة أرجون لو بحرف واحد. عم تفهمي علي؟ لا ما فهمت. أرجون بضل رفيقي وكرمال رفيقي رح أعمل أي شي بقدر عليه لو شو ما كان. طيب ماشي، أنا رايحة من هون. تعي أنت لوين بدك تروحي، خليكي هون، هذا بيتك. شو رأيك أنا اللي روح من هون وأنت خليكي هون؟ لا أنا قصدي أقول أني أنا طالع برا هذا البيت و أنت ضلي هون. عم تفهمي؟ باتي
شو هالعيشة اللي عايشينها؟ هذا أسوأ شيء ممكن يصير معي. أنا رايحة، رح ضل بشي دير وما رح أرجع لهون، مستحيل أرجع لهون بأي شكل. بس لأنه أبوك تنازلك عن كل هذا البيت لهيك أنت خلص ضيعتي عقلك على الآخر. أنا رايحة. أي طيب ماشي روحي. ماشي رح روح، بس تركت تيابي هنيك لا ينشفوا، رح أخذهم. روحي. أنا بالأساس ضبيت كل أغراضي. سانج، الشرطة واقفين تحت وهنن عم يراقبوكي. إذا أنت طلعتي من هون رح يلحقوكي ويعرفوا إنك التقيتي بأرجون. بعرف ماما، بس أنا لازم شوف أرجون ضروري، أنا ما بقدر أتركه لحاله. فهمانة عليكي بنتي، ومشان هيك أنا طالعة برا البيت هلأ. عم تحكي جد؟ سانج، أنت عن جد مو معقولة أبداً. ماما انتي لازم تروحي سانج. باتيل؟ اه. على ما يبدو شكلنا احنا بقى واقفين وهن رح يضلوا عم يتقاتلوا. خلاص بقى، انا رح روح من هون، واذا حدا سألك عني قولي انه انا متت. لا تنسي هالحكي ماشي؟ يعني مين رح يسأل عنك؟ ما حدا شايفك ولا حدا رح يهتم فيكي. انا رايحة. ها يلا روحي. عن جد هالشي مو معقول أبداً. إذا بنتي خلتني أطلع من البيت بدون شفقة، أنا شو لسه لازم أتوقع أنه يصير معي شغلات أسوأ؟ اطمني رح روح من هون. باتيل، هاي وين بدها تروح هلأ؟ يلا نحن لازم نلحقها. بس لا تنسى مهمتنا نراقب سانج هلأ، وسانج لساته هون. باتيل، سانج كتير ذكية، رح نضطر نراقب أي حدا بيطلع من بيته. عيش بقيت حياتي وحيدة، أنا مو بحاجة أي حدا، كلياتكم مجانين. لازم أقلك شغلة سانج، شكلك مصدومة، أنت زعلانة شي؟ تاكلي؟ شكلهم هدول الشرطة مو ناويين أبداً يتركوني لحالي، خايفة إنهم يعرفوا الحقيقة. عن جد العيلة كلها مجنون، إذا البنت حبيبة مجرم والأم بدها تطلع من البيت بهيك وقت. وين اختفت هالمجنونة؟ هلأ كانت هون. سيدي، بتوقع انه احنا ضيعناها. لحظة، ليك الحقها. كأنه هي راحت بشكل غريب كتير. ما أنا متأكد في شي غلط، خلينا نروح نتأكد. وين سانج؟ ماما. وين بنتك سانج؟ بتكون راحت على شي دير. أنا طالعتها من البيت. بس هي اللي طالعتك من البيت. إيه صح هذا الحكي، بس أنا فكرت وغيرت رأيي ورجعت قلت لها تطلع من البيت لأنه هي الغلطانة مو أنا. وين هي هلأ؟ وين هديك الشنتاية؟ أي شنتاية هي؟ يلي كنت أخذتيها معك بالسيارة. بس أنا ما بذكر إني أخذت معي لا شنتاية ولا غيرها. بس نحنا كنا عم نراقبك بكل دقيقة. شوفي أنتي وهي الشنطة معك.
عن اللي صار معي قبل ما يجوا لهون. أنا كنت رايحة منهم بسيارتي وكل شيء كان عادي، فجأة عطشت ونزلت من السيارة لأشرب مي، وبعدها أجا حرامي وسرق الشنطاية تبعي من السيارة. أنتوا شرطة مو هيك؟ طيب بما أنكم هلأ هون، تفضل سجل لي الشكوى. أنت لازم تكتب لي شكوى بعنوان عريض، شنطاية المرة الحلوة اللي سرقت. عفواً عفواً، أنت اللي بدك تسكت وبدك تجلس حكيك. لا تنسى أنك أنت اللي جاي على بيت مرة بنص الليل وبدون إذن نظامي. ما لقلك بنتي دارسة حقوق 3 سنين وأنا عندي معلومات عن القانون، وهلأ أنت اللي بدك تسكت وتطلع برا كمان. بس يلا. مدام أنا من الشرطة. إيه وأنا كمان سومان ماثور، طلع من هون. اسمعيني شوي. طلع فوراً لو سمحت، تفضل. طيب رح نطلع، يلا طلعوا. عن جد مو معقول هالحكي. ماما بس سانج وين هلا؟ آسفة كتير. هلا صارت بمحل لازم تكون فيه. أرجون شو هاد؟ هي الطريق يلي رح تخلينا نوصل لمايا. انت بتعرف انه مو مهم شو نحنا منخطط، لانه هي دايما بتكون مخططة وسابقتنا. هالمرة غير، لانه نحنا رح نسبق على مايا ونخطط قبلها، بس ما رح نلاقيها بسهولة. هالمرة ما رح يكون سهل انه تتخبى. هي كتير ذكية أرجون، بس هالمرة انا رح اكون مجنون، ولما الاسد بيصير مجنون كل حيوانات الغابة بدها تصير تهرب منه. انت بتعرفي كيف الاسد بيصطاد فريسته؟ اول شي بيلاقيها، وبعدين بيتركها وبيقعد على جنب، وبعدين بيخوفها، وبعدها بيقرب وبصير يتطلع بعيون الفريسه، وبالفرصه المناسبه وبلحظه واحده هو بينقض عليها وبياكلها. وبهالاسلوب هاد نحن رح نصطاد مايا اكيد. شو قصدك؟ قصدي هالمرة نحنا رح نحتاج إنه نكون منتبهين لمايا، العالم اللي بتقابلهم والمحلات اللي بتروح عليها كمان. مايا كانت عم تقتل كل الناس اللي ممكن إنه يفضحوها، وهي هيك كانت تنهي مشاكلها معهم. ببساطة مايا هي اللي قتلت الكل،
ورح انتقم منها. هاد بس لأن هي بتحبك، موتك أنت بيعني موت مايا كمان. هذا هو الشيء اللي ما رح أعطيها يا أبدا. أنا أكيد ما رح أمسكها وخليها عايشة، ورح خليها تترجاني لرحمها وخليها تموت. رح خليها تندم على كل شيء مو منيح عملته بحياتها. أرجو أرجو انت. معقولة هي يلي خططت لحالها؟ أكيد لازم يكون في حدا ساعدها باللي ساوته. المدام جانفي؟ لا، المدام جانفي بتعرف كل شي كانت تساويه مايا وهي بصفة، وساماي ميت بهالوقت. الحارس ولا الجار؟ لا، هنن قالوا كلهم انه مايا خبرتهم، يعني كلهم كانوا مخدوعين وما بيعرفوا شي الا يلي هي خبرتهم اياه. بس الفكره يلي شغلتني، مايا من وين فيها تخطط لاي شي هلا وبعد يلي صار بعد هديك الليله؟ مايا لوين راحت؟ ما في أي حدا شافها عم تطلع من البيت. ما يا حبيبتي، وينك أنت هلأ؟ الاستوديو يلي فوق. لا، ما فيها تطلع لهنيك وتبقى 3 شهور، صح؟ لندن؟ لا، هنيك الناس بيعرفوها، وفوق كل هذا الشرطة أخذت جواز سفرها، معناها مستحيل انه هي تقدر انه تسافر لبرا. شو هالغلطة الكبيرة؟ ما إلا بالعادة. وين ممكن تكون تخبت مايا مهوترا؟ وين هي متخبية؟ سبق وخبرتك يا مايا انه اكيد رح ارجع لعندك. وليكني رجعت من جديد. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.